ربنا يصبرها يا يا رب. رب. مدام أمنية، ازاي حضرتك؟ الحمد لله بخير، أهلا بيكي. ازاي الشيخ؟ ازاي؟ الله يسلم سعادتك، أهلا بيكي. الله يسلم حضرتك. انا بس عايزه الشيخ يدعيلي عشان حاسه بكرب ومخنوقه وزهقانه، وعايزه اعرف هي الغربه. انا زوجي بيسافر كل سنه، وهو كان موجود يعني ومشي، وانا بقعد بالبنات. فالسنه دي انا مخنوقه وزهقانه، فاحنا بنحتفل يعني ربنا كده بيديني اجر ولا مش عارفه انا ما يعني. سمعتش كويس. هي انا زوجها بيسافر بره، بيقعد سنه، فهو كان موجود ومشي، هي مخنوقه ومتضايقه وقاعده هي بالبنات، فبتسال ليها اجر وثواب على صبرها على بعده ولا لا. طبعا. عايزه الشيخ يدعي لي بس. حاضر حاضر حاضر، شكرا، السلام عليكم. نورتينا، ربنا يقويك يا رب ويقدرك. عارفه حضرتك، الست اللي صابره في بيتها وبتربي اولادها وتقوم على رعايتهم تاخد أجر الجهاد في سبيل الله. الجهاد، عندك دليل شوف علمي؟ رحمة ربنا اه سبحانه طبعا. وتعالى وكرمه. ما الدليل؟ اسمع الحديث ده جميل قوي، وافدة النساء، احفظوا الاسم، السيدة أسماء بنت يزيد بن السكن، ست حاجة كده، ايه تعظيم سلام. السيدة أسماء بنت يزيد بن السكن جات لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا الصلاة النبي قاعد في والسلام. وسط الصحابة، السلام عليك يا رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله، أنا وافدة النساء إليك يا رسول الله، الرجال يصلون معك جماعة ونحن نصلي في بيوتنا، يا رسول الله الرجال عندهم أموال يتصدقون ونحن لا نتصدق، ويحجون ونحن لا نحج، ويجاهدون في سبيل الله ونحن لا نجاهد، ونحن في بيوتكم نعد طعامكم ونخبز خبزكم ونغسل ثيابكم ونرضع صبيانكم ونربي أولادكم ونصبر قلوبكم عن الحرام، فما لنا نحن؟ فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة: هل رأيتم أفصح منها؟ إيه الفصاحة دي؟ وإيه الذكاء ده؟ فالصحابة قالوا: ما كنا نظن أن امرأة تفطن لهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليه الصلاة أبلغي من والسلام. خلفك من النساء أن حسن تبعل المرأة لزوجها، يعني ورعايتها لبيتها، يعدل ذلك كله عند الله. يعني الست اللي بتتصل دي، الست اللي بتحافظ على بيتها وجوزها، بتربي أولادها، لها عند الله أجر المجاهدة في إن سبيل شاء الله. الله.